بالجائزة الأولى في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي صنف الهمة، توج وفد نادي الذكاء الاصطناعي أبطال حفوز، بطولة أقيمت في نسختها السابعة بمدينة هيوستن الأمريكية من 19 إلى 22 من أفريل الجاري. وتعد هذه الجائزة التي نالها التلاميذ من معهد فرحات حشاد بحفوز بعد مشاركتهم بعرض حول ترشيد استهلاك الطاقة، تعد جائزة تحفيزية. وتأتي مشاركة نادي أبطال حفوز في واحدة من أكبر الفعاليات الدولية في مجال الروبوتيك والبرمجيات الحديثة بعد فوزه بالمركز الأول في البطولة الوطنية للروبوتيك بتونس، ما أهله لتمثيلها في هذه التظاهرة الدولية. رئيسة الحكومة نجلة بودن التي كانت من المهنئين لأبطال حفوز على تألقهم وتمثيلهم لتونس أحسن تمثيل، قد استقبلتهم بقصر الحكومة بالقصبة قبل تحول لهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد شجعتهم على التألق والنجاح في هذه التظاهرة العالمية من أجل إعلاء راية تونس.